طب لو انا كذاب هجيك لحد عندك تاني ليه؟ مصلحه جديده. مصلحه جديده اللي زي موجه صاحبتك ما تلعبش معاها غير مره واحده بس. اصلها دمها تقيل قوي وبتلذش بصراحه. مين اللي بعتك ليها يا ابو خالد؟ كان عايز ايه؟ ما يبقاش انت كمان دمك تقيل. انسيها. شيليها من دماغك خالص. اوكي. anyway كويس انك اتصرفت من ورايا. اصلك لو كنت قلت لي قبلها انا كنت عملت. كنت عملت ايه؟ كنت هتساعديني. كنت هبلغها. كنتش هتعملي كده. سيد شغلي مع موجة أهم حاجة وصلت لها في حياتي. مش ممكن أضحي بيه عشان أي حاجة في الدنيا ولا عشان أي حد. وأنا برضو حد. متعملش كده تاني معايا. حاضر. أنا خفت عليك منها. موجة ما ينفعش حد يغلط معاها. وأنا ما فيش حد يعرف يركبني الغلط. طالما عملت حاجة مع حد يبقى يستاهلها. لو حلوة يبقى عشان عجبني. ولو وحشة يبقى عشان حمار. أنت عارف مشكلتي معاك إيه؟ إني عمري ما شفت حد زيك في حياتي. مش عارفة كتالوجك. مش عارفة أعمل إيه معاك. ما تعمليش حاجة. سيبي نفسك. بس اوعى تكون ناوي تزعلني تاني. جيت في ميعادك مظبوط. كنت عارف اني جايه. ما انت لو كنت اتاخرت شويه السوق كان هيخرب. ولا انت شايفه ايه؟ شايفه انك ولا مجنون ولا مستبيع ولا حتى الاثنين. انت حد عارف كويس قوي انت بتعمل ايه. لكن اللي ما تعرفهوش، اللي ما بيتخدش برضايا، مش هتعرف تاخده غصب عني. لا ما انا خدته خلاص لما جيتي لي لحد عندي برجليكي. فودة ان انت عايز تركب مكانه بيكبر السوق ما بيخربهوش زي ما انت بتعمل. اللي يحضر العفريت مش قادر بس يصرفه، ده يحرقه كمان. ومحسوبك بقى قادر يولع في الدنيا دي قد اللي فاتت 10 مرات. سوق جديد مش فودة بقى والسكرتة والحاجات اللي راحت عليها دي. واضمن ولاءك ازاي؟ عيب عليك يا مدام. الكار بتاعنا ده لا فيه ولاء ولا فيه عبير.
الكار بتاعنا ده اللي بيحكمه القرش، وطالما في قرش والدنيا حلوه هنفضل حلوين. بس خلي بالك انا مش زي فوق، انا اللي بيزعلني بوجع. وانا شيء، بس انا اللي بيزعلني بيزعل من زعلي. طب هو يعني يا احمد ما ينفعش تكلم الدكتور ولا تستسمحه يرجعك؟ استسمحه؟ ايه شغل الخدامين ده؟ انا دكتور صيدلي، تناسي ده ولا ايه؟ طب خلاص ما تزعلش نفسك، انا كنت بس بحاول اتكلم معاك. تكلمي؟ كفايه كلام بقى لحد كده. واللي احنا فيه ده كله بسبب كلامي. بسبب كلامي؟ وانا قلت لك ايه يعني؟ مش قعدت تزني في الفلوس والشغل والزفت لحد ما اضطريت اخش في القرف ده كله عشان اعرف اكفيكي؟ وانا لو قلت لك تشتغل في الغلط؟ مش قدامي غير. يبقى ما تلبسهاش فيا، ولا انت ما بتحبش تشايل روحك لازم ترمي على غيرك. ما تكلمنيش بالاسلوب ده. وما انا اكلمك بانهي اسلوب يا دكتور؟ ما انا حاطه كزمه في بقي وساكته ما بتكلمش، وانت مضايق عليا وكاتم على انفاسي. ولا بنت عادي مش مشكله فوتيله، لكن تشايلني حاجه انا ما عملتهاش لا عندك بقى، ولا انت كل الناس عندك ولاد كلب غلطانين وانت ما بتغلطش. عندك حق. انا استاهل. مصلحة ايه دي اللي تخليها تجيلك لحد اوضة نومي؟ ما كنت واقفة قدامك، ما سألتهاش انت ليه؟ وبعدين هو في ايه؟ هو قال لي رحت لها ولا ايه اللي جت؟ كنت عايزين اعمل ايه؟ ما هي دي المشكلة. بص يا بوشي، اللي بيني وبين موجة شغله بس. هتحوري بقى وتدخليه في شغل غيرة ونسوان انا ماليش فيه. حليني منه الكلام ده. اصل انت متعرفهاش قدي. ما تشتغلش معايا يا سيد. صدقني ده عشان مصلحتك مش عشاني انا. يعني ايه؟ يعني ما اشتغلش معاها؟ ما ينفعش. السوق كله تحت ايديها، هروح منها فين؟ أنا خايفة عليك يا سيد، وخايفة تروح مني. بعد اللي حصل النهارده أنا اللي خايف عليك منها. يعني إيه؟ يعني موجة خلاص حطيت في دماغها، مش ترضى إن أنت تشاركيها فيا أبدا. أنا شايف إن إحنا هنفضل صحاب. صدقيني ده عشان مصلحتك. خلينا نبعد شوية. هي اللي قالت لك كده؟ ده أنا كنت موتك وموتها. سيد، أنت ما تعرفش أنت بقيت إيه عندي. ما ينفعش تسيبني. طب خلينا نتقابل في اي مكان غير ده، بلاش هنا خالص. مش هينفع بوشي، مش تفرق كتير اي مكان تاني زي هنا. بس مش عايزك تخافي، انا بعمل كده عشان اسمعي الكلام. أنا مش عبيد عنك، بس خليني نبعد شوية وأنا هطمن عليك من وقت للتاني. ودي حاجة بسيطة بقى لأن النص لما يشرف إن شاء الله. يا ده النص عين أمه حبيبتي. يا مسا الهي ربنا يكبر بخاطرك يا اختي ويسلم خطواتك يا رب. تعيشي يا اختي. يا اختي انا كنت حامله هم مشوار زي ده، كل ما انوي المعلم يردني ويقول لي ابدا ما انتش متحركه من مكاني. يا وليه خايف عليك
وحافظك خايف عليك كده لغايه ما سيد الناس يشرب، بعد كده اقسم بجلال الله ما لك غير الصرمه القديمه. يا لهوي. يا حبيبتي يا ميسا، تسلمي لي يا حبيبتي، متشكره قوي. شايف يا معلم؟ شايف حلاوه نقاوتها؟ اه امال اهو انا جبت لك لغايه عندك اهو، اكتبي بقى اللي انت عايزاه في ورقه وهي تجيبه لك كله، وانت اطمني برضو حلاوتك موجوده على كل مشوار، حد كرشين ساخ. يا لهوي ده تصرف بقى. لا يا اخويا لم ايدك، انت جاي لك عيل. ان شاء الله ان شاء الله. يا وليه ايه؟ تقومي تعملي لصاحبتك كوبايه شاي ولا حاجه، ايه الوخل اللي انت فيه ده؟ حاضر يا اخويا حاضر، بالراحه يا اخويا. يلا يا اخت. بقول لك ايه؟ كلمتيه؟ لا والنبي يا عم سلطان، فكنا انا من الليله دي، ده انا لسه بتكلم معاه، لقيته هب في وشي وفرج عليا اللي رايح واللي جاي. كلمه انت يا عم سلطان، ده حتى تربيه ايدك، ولو ما سمعش من الناس كلها هيسمع منك انت. ما انا كلمته ميسه، بس هو مسطر لي الطرش، واضح كده ان كلامي ما بقالوش حاجه عنده. وانا مش حامله غضبه تاني، انا ما صدقت لبست الدبله دي في ايدي. خلاص يا ميسه، انا عملت الواجب اللي عليا وفطمتك، وانت حره بقى، بس بعد كده ما تجيش تنوحي. في البرنامج بتاعي مرة واحدة، طب اطلبي حاجة خفيفة شوية يا أرحام. لو حتى يعني تحت التدريب حضرتك، أنا مش عايزة فلوس، أنا عايزة بس أتعلم وأدخل الكارير. للأسف ما ينفعش، أنا معايا كتيبة معدين بروفيشنال بيجهزوا لي كل حاجة، وده مش مجال أجرب فيه حد ما معهوش سي في كبير. أنا آسفة يعني إن أنا فرضت نفسي على حضرتك بالطريقة دي. لا 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 ولا يهمك. بصي أنا عاجبني حماسك جدا يا أرحام وعايزة أساعدك، لكن في سكة تانية ممكن تنفع فيها. اللي هي ايه حضرتك؟ لاير تاني في الإعلام. صحيح هو مش متشاف للناس لكنه مؤثر جدا في صناعة الخبر. تحت أمرك طبعا. بس ده مش قعدة مكاتب ورحرحة، ده محتاج لتعب بجد. التعب مش مشكلة يا أستاذ عادل، ما أنا كده كده بتعب. بس لو في الحاجة اللي أنا بحبها هيبقى لها نتيجة. ماشي. خدي الكارت ده بتاعي خليه معاكي، كلميني بكره علشان نحدد ميعاد نتكلم فيه واعرفك كل التفاصيل. انا متشكره قوي يا استاذ عادل، بجد مش عارفه اقول لك ايه. ربنا يخليك يا رب. ميرسي. ما تاخذنيش انا.